وصفتنا اليوم حلى بارد لذيذ وسهل. أول حاجة بنغمس بسكوت الشاي في الحليب ونرصه في الصينية، وبنجهز طبقة كريمة الكاسترد. أضفنا كوبين حليب سائل، أضفت عليهم كمان نص كوب سكر، ربع كوب نشا، 4 صفار بيض، وقلبناهم تمام وأضفتهم على النار إلى ثقل القوام. بعدين أضفت ملعقتين زبدة وشوية فانيليا، نخلطهم تمام، وبعدين بنصبهم على البسكوت وندخلهم الثلاجة من 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى أن تتماسك الطبقة. وبعدين بنجهز صوص الشوكولاتة، أضفنا كوبين شوكولاتة أي نوع أنتم تفضلوه وعلبة كشتة، وذوبتهم في الميكروويف أو على حمام مائي. وطبعا تقدروا تقللوا كمية الشوكولاتة، تضيفوا بس كوب وربع كوب حليب سائل، تمام. وبعدين نصب الشوكولاتة على الحلى وندخلها تبرد في الثلاجة تقريبا من ساعة إلى ساعتين، كل ما برد كل ما صار ألذ. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، احفظوه لرمضان بإذن الله بيعجبكم وعليكم بألف عافية.